قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إن مشروع بادية أحد المشروعات التي تتبع فيها الدولة المصرية نهجا جديدا بالشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في حفل افتتاح جامعة بادية بمدينة أكتوبر الجديدة أن دولة حريصة جدا من خلال هذا التوجه على تعظيم الشراكة والاستفادة من أصول الدولة وتحقيق التعاون بين الدولة والمستثمرين لتحقيق نتائج مثمرة وبناءة للطرفين. مشروع بادية واحد من المشروعات اللي الدولة المصرية في إطار النهج الجديد في الشراكة مع القطاع الخاص انتهجتها وبدأت تجني ثمار هذه المشروعات. يعني الحقيقة أنا بتذكر على مدار الفترة السابقة أنا كنت حريص أن أنا أكون متواجد في افتتاح مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص زي مشروع سان كابيتال هنا في اللي كانت شركة عربية، في كان مشروع ماونتن فيو الاي سيتي في القاهرة الجديدة، مشروع بادية النهاردة في مدينة أكتوبر الجديدة. منذ فترة بسيطة كنت موجود في إطلاق مشروع ساوث ميد في الساحل الشمالي مع مجموعة طلعت مصطفى. فالحقيقة الدولة المصرية الحقيقة حريصة جدا من خلال هذا التوجه على تعظيم عمل وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة. الدولة بتدخل بالأرض والمستثمرين والقطاع الخاص بيقوموا بعملية التنمية، والحمد لله بتبقى النتيجة مثمرة وبناءة للطرفين.